اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم كنتواجدوا في البيت ديال الشاب فؤاد اللي واقع عليه مشكل مع الزوجه ديالو. وقعوا شي نقاشات، يعني كيف ما نقولوا نقاشات تافهه ما عندهاش اساس، اللي خلاو الزوجه انها تغادر بيت الزوجيه دابا لمده شهر وتخلى على الوليدات ديالها. الوليد في عمره 4 سنين والبنيه بقى ما كملتش عامين. ما غاديش نقدر نوريك الوجه ديالهم لانه مازالين صغار. اليوم فؤاد بغى يوصل الميساج ديالو، بغى يشارك معنا المشكل اللي عنده. هو دابا في ازمه، كيبغي يمشي يخدم ما كيلقاش لمن يخلي الوليدات، كيضطر انه يديهم مع المارشي. الوليدات كيتكرفصوا، يعني هذا السيد كيعيش معاناه لمده دابا شهر. ياك اخويا فؤاد، خويا فؤاد انت دابا في المباشر مع الناس، مع المحسنين، مع الناس الخير، مع الناس اللي كيوقفوا مع خوتهم في الازمات. اولا عاود لي شنو وقع بينك وبين الزوجه ديالك. مرحبا. اللي وقع بيني وبين الزوجه ديالي هو ان كانت هي خدامه، انا مريح من خوتي خدامه، مريح الشاب ديالي. واخا ترفع صوتك شويه باش يسمعوك الناس. هي كانت خدامه في قروه، انا مريح الشاب ديالي. واخا علاش ما كنتيش خدام؟ خدام حيت انا عيان واحد شويه زيد يعني كنتي مريض. اها ما فيها باس، هي هادي. واخا دابا هي حبست الخدمه نهار الجمعه بالليل، سالت معاهم الخدمه حبستها وما علماتكش. ما علمتنيش انايا، وفاقت السبت مع الصباح على اساس انها غدا الخدمه، وقلت جيت الليل على اساس انها في خدمه السبت والحد والاثنين، ثلاث ايام وثلاث نص نهار عاد باش مشيت عندها انا القهوه صونيت على قالوا مريم خرجي عندي. قلت لها فين؟ قالت لي انا في خدمه. قلت لها لا خرجي عندي انا بغي ندوي معاك. قالت لي لا حق انا خارج نجيب مواد التنظيف. يعني ما كايناش في الخدمه. ما كايناش في الخدمه، تسنى انا جايه دابا. بقيت كنتسنى فيها تقريبا واحد 45 دقيقه ساعه الا ربع. عاد جات جايه لابسه الجلابه ديالها، ما بيناش على حالة انها بتاع. فين كنت يا مريم؟ انا حقا مشيت نجيب مواد التنظيف هذه. يعني 3 ايام وهي حابسه الخدمه. غنقاطعك اخويا، 3 ايام وهي حابسه الخدمه وكتخرج على اساس هي خدامه، ياك؟ هادشي مني بحثتي، هادشي اللي لقيتي. واخا شنو كان التصرف ديالك معاها؟ كان التصرف مع هادئ ديك الساعه، هديت معاها، حديك لا دخلي خذي رزقك ويلا. قالت لي لا، قالت لي سير تجوجونس. انا حيت عرفتها ما بقاتش خدامه، غير عرفت بها ديك الساعه، صافي عرفت بها. قلت لها قالت لي صافي سير حتى الجوجونس. قلت لها لا دابا. قالت لي سير حتى الجوجونس. قلت لها لا دابا صافي. يجيني من الاخر قالت لي شوف كاين لا بلاص لا والو، انا فلوس خديتهم وما عندي تاريخ وما بقيتش خدام، ودابا سير للدار عند ولادك. قلت لها ميمكنش، كيفاش غنمشي للدار انا عند ولادي وانتي في غير؟ قالت لي لا انا خليني نمشي ديك الساعه بكره غنمشي ندور. قلت لها ميمكنش انا غنمشي للدار نشد الدراري وانت تمشي تدوري. لا شحال في المرة مرتك؟ عمرة دابا تقريبا 24 25 25 سنة. اها جيتي يا ماما؟ كامل. صافي ما بغاش تجي معايا والو، بقيت كنرطب معاها كنسايس معاها كنسايس معاها حتى جات معايا. ملي جينا دخلنا بحال هكا ريحت، قلت لها بدات كتشوف فيا وكتضحك. قالت لي انا راه عندي دار نمشي لها، انت باتي حقك في داركم ما عندكش فين تمشي. قلت له دابا طلقني. طلب الطلاق؟ قلت لي طلقني. قلت لها كدوي مني؟ قالت لي قلت لها حلفي بالله. قلت لي اقسم بالله. صافي بدات كتستهزأ بيا بشي ضحك. ما عجبكش الحال انت؟ ما عجبنيش الحال، ضربتها. هادشي نهار الثلاث. صافي ضربتها وبقات. تصالحت انا وياها هذيك العشيه وتسامحنا ديك العشيه. سامحتي انت وياها، الامور كلها مزيانه. لان شيء لم يكن. صافي وغد ليلة أربعة صبحت الخميس الجمعة السبت مع جوجونس. قالت لي غنمشي نجيب شامبان نعاون الدراري. قلت لها سير. خرجت مع جوجونس، من جوجونس وأنا كنتسنى فيها ما رجعتش. كنعيط كنصوني 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 ما كتجاوبنيش ولا كتقطع عليا، يا اما كتخليه يبقى يصوني يا اما كتقطع عليا ما جاوبتني حتى ل 11 ديال الليل. شنو قالت لك؟ شنو السبب؟ قلت لها ألو مالك مريم؟ قالت لي ماما. قالت لي مالي والو. قلت لها فين مشيتي؟ قالت لي انا على عمتي. قلت لها امك علاش درتي بحال هكا؟ قالت لي بغيت صافي ما بقيتش بها ما بقيتش غنمشي. قلت لها بديت كنطلب فيها كنرف فيها صافي قطعت عليا صافي، مابقاتش باغا تجاوبني. بقيت كنصيفط في الميساجات كنصيفط في الميساجات كنطلب وكنرف وهم الميساجات كلشي باقيين عندي في التليفون.
سيمانه تقريبا وانا كنطلبوا الرغفاف. سيمانه وانت كتتصل بها باش ترجع لبيت الزوجيه؟ تتصل بها وكن ميساجير صافي تبلوكي النمره ديالي، خديت نمره اخرى صونيت لها منها جاوبتني بعد راه ناقصه شويه عاودت عاوتاني بلوكات حتى هي، خديت نمره اخرى عاوتاني حتى هي نفس المشكل حتى هي بلوكات، جاوبتني فيها المره الاولى عرفتني انا صافي بلوكات صافي دابا مبقاش اتصال بينو صافي تقطع اتصال. تقطع اتصال هادشي اللي وقع هادشي اللي يعني مورا الواقعه اللي وقعت صالحتو عشتو عادي مورا تخرجت صالحت مع هذاك النهار حتى انا قلت تقريبا ضربتها مع شي 12 ديال النهار ما فين وصلت ديك 4 العشيه 5 العشيه توني حنا مصالحين بخير ولدرجه ان خرجنا كاع انا ويا الدراري خرجتو نتوما خرجت انا ويا الدراري صافي كان شيء ان لم يكن يعني صافي تحل المشكل ما كاين والو انا ما كاين والو قلت لها صافي والله يسامحك حتى عاودت مشيت لا بغيتي تخدمي في خدمه اخرى ما عنديش مشكل بغيتي تريحي انت شتي ولادك انا نمشي للمارشي نمشي نباس من المارشي خدام فيه داكشي اللي جاب الله راني نجيبو المهم نخلصو كرانه نجيب معايا خضيره هما حنا عايشين هذاك الشيء اللي كاين. شحال ديال المده وانت مزوج بهذه السيده؟ دابا راه غادي بسبع سنين. سبع سنين ديال العشره ويعني هادو اسباب تافهه اللي غيخليوها انها تغادر بيت الزوجيه. الله اعلم حنا ما عارفينش شنو الخلفيات اللي عندها السيده ولكن انت شنو هي الظروف اللي كتعيش فيها دابا؟ كنا عايش واحد الظروف شويه خاصه ارفع شويه صوتك باش الناس يسمعوك نعيش واحد الظروف شويه خاصه من ناحيتاش من ناحيتي انا من ناحيه الدراري الدراري انت اللي مقابلهم دابا انا اللي مقابلهم ليل ونهار تبدل ليهم تعومهم طيب ليهم كلشي نتايا كلشي انا رفعت مع الصباح طيبت لهم الروز هو باش فطور واخا كي كدير دابا باش تخدم وتجي تصرف عليهم شنو كدير قلتي لي كنمشي للمارشي وكنديهم معايا المارشي كنفيق مع كنفيق انا مع ديك الربع ونص بحال هكا كتنوضهم لا العمر انا كنزي حتى ديك كنلبس خويجي كتوصل لخمسة كنفيقهم خمسة خمسة وربع كاع اللي كترت كنفيقهم نلبسهم حتى هما كنفطرهم شي حاجة صافي كنهزهم وكنخرج هادي الدرية الصغيرة ما كنقدرش نجرها في المارشي حيت المارشي عامر كنركبها قدامي كدير بنتك قدامك وكتخدم كنركبها قدامي والدري كيبقى معايا صافي كنفختام حتى كنساليك واخا هي ما علمهاش ان وليداتها كيتكرفصوا ما قلتيش ليها ودي راني الدراري كنديهم معايا للمارشي وكنركب الدريه وكنخدم بها عارفه كل شيء ورغم ذلك ما بغاش ترجع شنو تبغي تقول ديتي لها بنتها جوج مرات ديتها لها المره الاولى جابتها امي فين ساكنه عند امي في الدار لاحت بالدروج ومشات حتى سمعت امي الغوت ديال الدريه عاد خرجت عندها المره الثانيه عاوتاني ديتها لها انا جابتها عاوتاني لحتى لي انا بالدروج ومشات حتى كنسمع في البكا ديال الدريه يعني بخاطره تخلات على وليداتها بخاطره تخلات شنو تبغي تقول لهاد السيده عبر قناه شوف تيف شنو الميساج اللي تبغي تقول تبغيها ترجع لبيت الزوجيه واش خديها انا راه ما جريتش عليها الا بغات ترجع مخدوبه يعني ممكن انها ترجع انت ما جريتي عليها ما درتي لها حتى شي حاجه اللي يعني النقاشات كيوقعوا عادي ما بين الزوج والزوجه انا كنقولها وكنعاود ضربتها ولكن دارت علاش كبير على جدار شريحه العصاره فهمتي يعني كزوجه ربما من الافضل انك تحاور معها وتهضر معها يعني حتى المراه ملي كتعنف ولكن كنقاطعك اختي دابا انا راه بديت معها في الاول غير بهضره زوينه ولكن هي اللي استفزتني انت عرفتي راسك غلطتي انك ضربتيها معترف بالغلط ديالك لا العصا غلط اي انا غلطت ملي درت تعرف بي كي راه حتى هي خطات بني 3 ايام ونص وهي خارجه من الخدمه كتقول لي 13 10 ونص 11 ديال الليل على اساس انها راه في الخدمه وهي كدور في زناقي والله اعلم في كيفاش السبت والحد والاثنين والثلاث نص نهار عاد كنصلى انا مشيت عند القهوه قلت لها صوني قلت لها خرج عندي قالت لي انا خارج نجيب مواد التنظيف وهي ما كاين لا مواد التنظيف لا والو السيده راه ما عرفت فين كانت شدت الطاكسي جات عندي تما واخا خويا شنو تبغي تقول لها اليوم اش غنقول لك يعني الا بغات انا كنقول لها رجع عند ولادك رجع مع حالك ورجع عند ولادك ترجع لوليداتك رجع لولادك راه محتاجين يعني انت مستعد تبدا صفحه جديده انا مستعد نبدا مع صفحه جديده وصيفط ثلاث ميساجات انا ننسى كل شيء ما عنديش مشكل ولكن هي ما كتجاوبنيش كاع كتجاوبكش كاع قطعت العلاقة صافي مشات في حالها صافي بلوكات النمرة كاع وخا صيفط ميساج ما كيمشيوش كاع واخا خويا انت اليوم كتعيش هذا المشكل اللي وقع مع الزوجة كنتمنى ان الميساج يوصلها وترجع لوليداتها ما
ما كنبغيو حتى شي ام تفرق الوليدات ديالها وتفرتك الزواج ديالها، يعني شي حاجه اللي قاصحه، خصوصا هي مازال صغيره في السن، مازال شابه، فما جاتش تخلي الوليدات وغادي تضيع. المراه ملي كتطلق اولا يعني ما الزنقه ما فيها والو، انت مراه مطلقه ما رضيعه هي دابا حاليا. من طبيعه الحال، من طبيعه الحال الحمد لله راك مهلي في الوليدات و غير الشتا اللي كتكرفصنا شويه. طبيعه الحال كنا ملي كتكون الا كانت الشتا بزاف البرد ما كنمشيش، صافي كتضطر انك تبقى مع ما تمشوش للمدرسه، الوليد ما كيمشيش مازال صغير، واخا راه صافي راه تسجل خصو يتسجل. اش كندير لك انا؟ خاصني الا بغيت نمشي للمارشي خاصني نمشي بكري، اما لقيت حتى السبعه ولا الثمانيه راه صافي راه مابقاتش خدمه. فهمتك اخويا، سهلات الخدمه. واخا خويا انت دابا كتعيش ظروف اللي صعيبه شويه، كلنا كنطيحوا في ازمات، كلنا كان الدنيا كتحطنا في ظروف اللي قاصحه، كنبغيو اللي يعاوننا، كنبغيو اللي يساعدنا، ما فيها باس. كاينين محسنين، كاينين الناس اللي كيتعاونوا مع الناس. انت الحمد لله قادر تخدم وكتمشي تخدم، ولكن داكشي ما كافيش. كافيش المشكل عندي في الدراري، الدراري ما لاقيش اللي يشدهم ليك باش تمشي تخدم على خاطرك. يعني البنيه مركبها هي ما مرتاحاش وانت ما مرتاحش، هي يعني البرد عليها والمارشي وباقا صغيره عامين وانت ما مرتاحش. واخا خويا شنو تبغي تقول للناس اللي بغى يعاونك باي حاجه؟ اللي بغى يعاونك الله يجازيه بالخير، انا غيعاوننا على حسابات وليداتك، على وليداتك، على ما تلقى حل مع المدام. واش غيكون طلاق او لا يكون رجوع؟ الا كان رجوع داكشي اللي كنتمناو، تجي تقبل وليداتها وانت تقابل مسؤولياتك. الا هي كانت رافضه ومتاكده من القرار اللي واخده، يعني عارفه شنو كدير. انا راه كنحلفي ليا كلام مريم صوميتها ليها، جاوبتني كلام مريم، انت غير جاوبيني واش باقا باغاني وباغا ولاد؟ قالت لي لا. قلت لها حلفي بالله، قالت لي تقسم لك بالله، ما بقيتش باغا. يعني حلفات. عندي اوديو مسجل. كنتمناو هذا الميساج يوصلها من عبر قناه شوف تي في، ودير اعاده تفكير، تعرف شنو كدير، ربما الضمير ديالها يفيق، لان صعيب تخلى على جوج وليدات، راه ما ساهلاش انها تخلي جوج وليدات وتمشي. الحمد لله. على كل حال خويا نحط الرقم ديالك، تبغي تحط الرقم ديالك باش اللي بغى يعاونك يتصل بك فيه. كنتمنوا ان شاء الله يكون خير، ونتمنوا من هاد السيده انها ترجع للوليدات ديالها والبيت الزوجيه. 06 واخا خويا، فميساج لهاد الام، كنتمنى انها ترجع للوليدات ديالها، حشومه نخليوهم يعني. ولو اشوف ولو اخويا غادي تلقى مثلا اللي غيقابلك الوليدات ما كاينش بحال الام، هما ما غيكبروش عاديين، الحرمان ديال الام شي حاجه اللي صعيبه. كنتمنى ربي يهديها وترجع البيت الزوجيه. 06 38 15 28 45. اذا الرقم ديال فؤاد هو 06 38 15 28 45. كنتمنى اللي قادر انه يعاون فؤاد يتصل به في الرقم ديال الهاتف ديالو. عاود اخويا الرقم، واخا تعاودو انا درتو في لي كومونتير، واخا تعاودو ليهم يسمعوك. ارفع شويه صوتك، الله يجازيك بالخير. صفر ستة 06 38 15 28 45. هذا هو الرقم ديال فؤاد، الأب والزوج اللي عنده أزمة بحاله بحال جميع الناس، يعني مشاكل زوجية كاينة. هذا هو المشكل اللي عندي، غير المشكل مع المرا ديالي. والمشكل الثاني في الوليدات، ما لقيتيش كيفاش دير ليهم، يعني على الأقل مضطر أنني نتخرجهم معايا مع الخمسة الصباح. على الأقل هاد الزوجة تدي وليداتها معاها، يعيشوا معاها، انت هز لهم المصروف ديالهم، لكن باش تخلي وليداتها، هذه هي النقطه اللي ضراتنا كاملين. يعني حتى الناس الناس ضرهم النقطه، علاش تخلي خصوص الدريه البنيته؟ الله يحفظ والله يسر. كنشوفوا دابا الله يسر الاغتصاب، كنشوفوا الوليدات كيتخطفوا، الوليدات كيتقتلوا،
يعني هادشي كامل ما دارش بين عينيها، ما دارش ليها في راسها. الحمد لله هادشي ما خايفش منه. انت راد البال لوليداتك الحمد لله. ولكن الام، شوف الام ولو كتخلي وليداتها مع الاب كيبقى ضروري مشطونه، ضروري ولادها كتبغيهم عندها. فكنتمنى هاد الشعور ديال الام يتحرك في هاد السيده وترجع لوليداتها، هي على قبل وليداتها، تجدي وليداتها وتخليك انت تخدم وتدي ليهم مصروفهم حتى تقتنع على خاطرها. لكن باش تلوح الدراري وانت واحد في الخدمه، هنا فين كاينه النقطه اللي مدمره. واخا خويا فؤاد، كنتمنى من الزوجه ديالك يوصلها الميساج ان شاء الله وتفاعل معاه ويكون خير ان شاء الله. وكنتمنى من الناس اللي يقدروا يعاونوك، يقدروا يساعدوك في هذه الازمه اللي انت فيها ان شاء الله غادي تفوت. انت وهاد الوليدات، يعني الخدمه راه صعيب انك تمشي يوميا وهذا. كنتمنى اللي قادر يعاونك واللي قادر يساعدك واللي قادر يمد لك يد المساعده يتصل بك ان شاء الله في اقرب وقت ويعاونك حتى معنويا، علاش لا؟ يعني كنبغيو الناس اللي ينصحونا ملي كنكونوا في هذه الازمه، كنبغيو الناس اللي ينصحونا. ربما شي واحد واقع في نفس الازمه اللي انت فيها دابا، ربما يتصل بك علاش لا. فكنتمنى خويا فؤاد الميساج ديالك يوصل لجميع الناس. شكرا لك اتصلتي بينا وشاركتي معنا المشكل ديالك. شكرا لكم نتوما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، وتنودعكم في امان الله ونلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.